دكتور عمرو حسن مدرس واستشاري نساء وتوليد بكليه طب الاصليه. موضوع انتشر جدا، موضوع اطفال الانابيب والحقن المجاري، امتى الواحده تروح لاطفال الانابيب. خلينا نقول للناس الاسباب اللي ممكن تخليها تروح تعمل اطفال الانابيب. اول حاجه ان جوزها هيبقى تحليله فيه مشكله، يعني التحليل ممكن يبقى فيه مشكله في العدد او في الشكل او في الحركه. لو التحليل نسبته ضعيفه وما بتتحسنش على مدار 3 شهور من العلاج، او ان هو كان عنده دوالي وعمل عمليه وما تحسنش، في الحاله دي يبقى الحل ان احنا نروح نعمل اطفال انابيب، او ان الست يكون عندها اسباب تمنعها من الحمل، والاسباب دي مش هتتغير. ممكن تبقى عندها مثلا قنوات فالوب مسدودين. احنا عشان يحصل حمل لازم الحيوان المنوي يعدي من عنق الرحم للرحم لقناه فالوب لغايه ما يقابل البويضه. فبعض الاحيان ممكن يبقى قناتي فالوب مسدودين، فالست في الحاله دي هقول لها مالكيش انك تحملي طبيعي، لازم نعمل حقن مجاري. طب الست ازاي تطمئن ان قناتي فالوب سالكين ولا مسدودين؟ بحاجه اسمها اشعه بالصبغه او ممكن منظار البطن. يبقى تاني حاجه تخلينا نعمل حقن مجاري لو قناتي فالوب مسدودين، لان في الحاله دي مفيش طريقه طبيعيه هتوصل الحيوانات المنويه للبويضه. او بيكون في بعض الاحوال الست عندها مشكله في عنق الرحم، ان عنق الرحم ما بيخليش الحيوانات المنويه ان هي تطلع. ممكن يبقى مشكله تانية ان الست عندها ضعف في التبويض، ومهما اخذت ادويه تنشيط تبويض ما بتستجيبش، ففي الحاله دي هنحطها في الحقن المجاري. ممكن يبقى كبر عمر الست، لو الست عمرها كبير دايما بقول لها ما تضيعيش وقت، يعني لو جت مثلا واحده فوق سن ال 40 ولسه متجوزه جديد هقول لها ما تضيعيش وقت، واقول لها خليني احسن في الحقن المجاري، لان احنا الست البويضه اللي هي بتحمل بيها هي من عمرها، يعني لو الست حملت وهي عندها 30 سنه هي حمل ببويضه عندها 30، او لو حملت وهي عندها 40 بويضه عندها 40. فيبقى اشهر اسباب الحقن المجاري مشكله في تحليل الزوج، وده بنعرفه بتحليل السائل المنوي، او مشكله عند الست قد تكون مشكله في قناتي فالوب، مشكله في عنق الرحم، او مشكله عندها في التبويض وفي البويضه.